بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في لقاء جديد وفي فيديو جديد. وفيديو النهاردة بشرى بشرى، وكما اعتدنا لكم من البشريات نأتي لكم أحبابي أصحاب العلاوات الخمس وبشرى اليوم. احنا تعودنا الفترة اللي فاتت، أو كانت الفترة اللي فاتت مرت على الجميع فترة صعبة من العلاوات الخمس. استعلم عن العلاوات الخمس، الموقع اشتغل، الموقع فصل، أنا ليا كام، مجمد كام، هاخد كام، مستحق غير مستحق، وكل الدوامة دي. احنا علشان نطلع منها النهاردة ان شاء الله جايبين لكم بشرة، او في الفيديو ديتي هنقول انه هيتم الصرف ان شاء الله من بكرة، وهنتكلم عن مواعيد الصرف بتاعتها، واولها هيكون بكرة ان شاء الله. وهي نقول كمان في 3 زيادات لاحبابنا اصحاب المعاشات هنتعرف عليها في اخر الفيديو، فتابعوا الفيديو معانا للاخر، هو مش طويل. بس قبل ما ننتقل لكل التفاصيل دي، اول حاجة هنعملها هي اشتراك في القناة ومشاركة للفيديو واعجاب اعجاب بالفيديو. احبتي الكرام، تعالوا نشوف التفاصيل واحدة واحدة. تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي غدا الأربعاء 1 يوليو صرف الدفعة الأولى من قيمة المتجمد من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها. والمستحقين للعوات الخمس هم الخارجين عن المعاش أو اللي طلعوا عن المعاش اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما تضم العلاوات الخمس للقيمة الكلية للمعاش، تنضم يعني هتنضم كقيمة مالية مستحقة دائمة وفقا لنسبتها المقررة والتي تم الإعلان عنها على خدمة الاستعلام على العلاوات الخمس على موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. يعني اللي احنا قلنا وقلنا نوهنا عنه كتير، انه القيمة اللي بتطلع لك، القيمة الشهرية او المبلغ الشهري اللي بيطلع لك ديت هيتضاف على المعاش، وهيتضاف في صفها دائمة ومستمرة. ودي كانت اولى الزيادات بتاعتنا. وتم صرف ال3 أقساط المتبقية من العلاوات الخمس المتجمدة في أول أكتوبر، والدفعة الثانية أول يناير 21، والرابعة أول إبريل، والأولى بكرة إن شاء الله. أحبتي الكرام، ألف ألف مبروك. طب إيه هي الزيادات الثلاثة كده؟ إحنا قلنا منهم 2 وهنقول منهم الثالثة، فتعالوا نعيدهم من الأول تاني. فخلينا نقول أول هذه الزيادات هي إضافة العلاوات الخمس على المعاشات وتدرجها. المبلغ اللي طلع لك في الاستعلام على إنه هو المبلغ الشهري خلاص مش هيضاف لك شهر وبس، لأ ده هيضاف، وهيضاف باستمرار على طول بعد كده على المرتب. إيه هي العلاوة التانية؟ الزيادة الثانية بإضافة 14% علاوة دورية لأصحاب المعاشات بداية من يوليو المقبل، يعني من بكرة هنضيف، هيضاف 14% على المعاشات أو على المرتب. ونخلي بالنا النقطة دي لكل الناس، لكل أصحاب المعاشات سواء كان مستحق أو غير مستحق للعلاوة الخمسة. يعني سواء كان مستحق للعلاوة الخمسة هتضاف 14% بالإضافة إلى 2 التانيين، لو غير مستحق هتضاف له 14%، فال 14% دي هتضاف على المعاش عموما سواء كان مستحق أو غير مستحق. الزيادة الثالثة والأخيرة معانا هي صرف المتجمدات الخاصة بصرف العلاوات الخمس، والتي ستصرف على 4 مراحل، أولها بكرة، وزي ما قلنا في الفيديو دلوقتي الثلاثة هيكونوا على شهر أكتوبر وشهر يناير وشهر أبريل. أحبتي الكرام، دي كانت البشرة اللي حبينا نقولها لحضراتكم. أتمنى إن شاء الله أن احنا نكون أسعدناكم، فإلى أن نلتقي بكم بفيديو آخر لكم منا أجمل الأمنيات والتحيات. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ودمتم في أمان الله ورعايته.